لهم مغفرة. وقد أنت تتساءل هل المغفرة أمر هام؟ وهل المغفرة أمر عظيم؟ وهل المغفرة يعني شأنها كبير؟ حتى ضمن الله وبشر بها الأدباء مع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وهل هي بشرى عظيمة كبيرة مهمة جدا جدا، حتى إن الله تعالى جعلها أكبر بشارة لأكمل الأتقياء من هذه الأمة وهم متأدبون مع رسول الله الذي امتحن الله قومهم للتقوى؟ نعم، الجواب نعم. أحوج ما يكون العبد إليه أن يغفر الله له ثم يدخله الجنة. هذان أمران عظيمان هامان، أمران كبيران، سل الله المغفرة وأدخلك الله الجنة. اللهم اغفر لنا وارحمنا وادخلنا الجنة برحمتك واجعلنا من رفقاء هذا الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام.